السيد بشير العبدلاوي عمدة مدينة طنجة، مرحبا بك على طنجة سبور تي في وكذلك طنجة سبور راديو. كما عندكم حول هذا الحفل والعرس الرياضي اللي كيشهدوا اليوم مركب طنجة الكبير واحتضانوا المباراة النهائية لدوري الأبطال. شكرا راديو طنجة الرياضية لتحلي هذه الفرصة أنني نتحدث مع الساكنة ديال مدينة طنجة والساكنة المغرب عموما على هذا النشاط هذا اللي كيدار عندنا في مدينة طنجة، ونشاط نوعي واللي كتقوم بمبادرة ديال الأحياء كما كانت طنجة سباقة إلى مبادرة الأحياء في التنظيف ديال المدينة، واللي الآن لازالت الأدوار ديال الإقصائية جارية، واللي أي إنسان كيدخل مدينة طنجة إلا كيحس واحد المبادرة عفوية اللي انطلقت من الأحياء ديال المدينة. الآن ولات كتقنن هذه المبادرة، كتحاول الجهات المسؤولة أنها تساهم في تسهيل المأمورية لهذه الأحياء باش يتباروا فيما بيناتهم يقدموا أحسن خدمة. الآن كننتقلوا إلى محور آخر ومحور الرياضة، أنه كذلك هناك منافسة واللي شملت أكثر من 500 فريق حي لم جميع المستويات العمرية، واللي الآن كيدشن بحفل نهائي اختتامي لهذه البطولة هذه، واللي إن شاء الله كنتمنوا أن السنوات المقبلة غادي هذه المسابقات لا ديال المسابقة ديال تزيين الأحياء ولا المسابقات الرياضية ولا غيرها من البرامج ديال تفعيل المواطن في الانخراط في القضايا الرياضية والتنموية والنظافة ديال المدينة والأحياء ديالها، واللي أنه ممكن غتنتقل إلى مدن أخرى اللي غتكون على المستوى الجهوي ولا ما لا إن شاء الله تكون مستقبلا على المستوى الوطني، باش نعطي واحد النفس الشباب ديال الاحياء بشكل عفوي انهم كيتنافسوا فيما بيناتهم وكيقدموا احسن الخدمه. كتبقى الدور ديالنا حنا كجهات مسؤوله سواء كانت الولايه ديال جهه طنجه تطوان الحسيمه على راسها السيد الوالي مشكور اللي كيقوم بعده مبادرات باش ما تكونش التنميه ديال المدينه قائمه على مستوى العمران وعلى مستوى البناء والجماليه ديال المدينه، ولكن تكون على المستوى ديال الاستثمار ديال العنصر البشري والتفعيل ديالو باش يساهم في تنميه المدينه ديالو. وبالتالي نعتبر هذا المدخل سواء ديال النظافه من خلال تزيين ديال الاحياء او من خلال هذه المباريات الرياضيه وغيرها ان شاء الله من المسابقات الاخرى الا وحرص على تفعيل جميع الساكنه ديال المدينه. كنعتقد ان هذا الحفل النهائي هو مناسبه مهمه جدا، واللي كتلاحظوا الحضور ديال جميع المسؤولين ديال المدينه سواء كانوا مسؤولين اداريين او على راسهم السيد الوالي او مسؤولين منتخبون سواء رئيس مجلس العماله والتمثيليه ديال نائبه رئيس مجلس الجهه عمده المدينه رؤساء المقطعات الا رؤساء الغرف الا ودليل على انه المسؤولين حتى هما كينخرطوا في هذه المبادره. والمقابله اللي كنشاهدوها الان بين الشباب ديال الوداد ديال السواني ضد الفريق ديال المغوغه الا واحد المستوى ضد مغرب طنجة لانهما من الحي ديال المغوغه من المقطعه ديال المغوغه، واللي بينوا على مستوى عالي من 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 من, من الجو الرياضي اللي كيقدموا سواء على المستوى الفني وديال التقنيات ديال الرياضه، والان كنشوفوا جوج الاهداف في مستوى عالي وكذلك على مستوى ديال الاجواء التربويه والاحترام والثقافه ديال التعاون مع الاخر وديال التقدير له. فبالتالي مقابله جد طيبه وجد مهمه لا من حيث المتعه الرياضيه ولا التربويه والاخلاقيه. من ناحيه ديال الجائزه تخصيص حافله للفائز، واش كتشوفوا بلي ان هذا البديله تقدر تدعم الاقلاع؟ هي اشاره بحال اللي كنا كنتكلموا انا والسيد الوالي غير الان حنا في هذه القاعه في هذا النصف ديال المقابله، انها فعلا هذه اشاره مهمه واشاره على انه كنوجدوا لهم الامكانات اللوجستيكيه باش يقدروا يتنقلوا ويتحركوا، واخا كانت الماتش عندهم والوقت ضيق، اذا هذه الوسيله ديال النقل كتسهل المأموريه ديال الدراسه ديالهم والتنقل ديالهم وجميع الفئات. هي اشاره وان شاء الله باقي الملتقيات المقبله تكون فيها هدايا وتشجيعات وتحفيزات اكثر قوه وعطاء. شكرا جزيلا السي البشير عبدلاوي عمده مدينه طنجه. شكرا لكم. شكرا بارك الله فيكم.